يوم أن اهتزت المدينة وارتج الناس وذهبت العقول من الرؤوس، وصار الناس لا يدرون ما يعملون، هذا يفقد بصره وهذا يقعد في الأرض وذاك يطيش عقله في المسجد ويدور بسيفه، ويأتي الصديق ليدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الفقه، فيقبل ما بين عيني رسول الله وهو مسجى في حجرة عائشة ويقول: يا رسول الله، ما أطيبك حيا وميتا، ما أطيبك، أنا على نفس المشهد، أنا على نفس الذوق، أنا على نفس الإحساس، أنت طيب في كل حال. ويقول: ولنكن من بالك اذكرنا عند ربك يا رسول الله. صاحب يقين ومعرفة، يعرف أنها نقلة من دار إلى دار وأنه يلحق بحبيبه المختار، لكن حرارة الشوق لا تدع صاحبها يسكن لحظة من اللحظات، لأن المحب لا يستطيع فراق محبوبه مهما كان، ولو كان معه البشارة باللقاء، إلا أن جمرة الشوق في داخل الفؤاد لا يطفئها إلا ماء اللقاء. ففي الأيام من الأيام الأولى بعد فراق رسول الله، وتحمل الصديق أعباء الخلافة وأعباء الإمارة وأعباء الدولة الإسلامية، لكنهم كانوا يشمون منه رائحة الكبد المشوي، كانوا يشمون منه رائحة الكبد المشوي. أسمعتم أن أحدا تحترق أحشاؤه بنار الحب؟ لقد تحولت الحرارة الباطنية من شدتها وقوتها إلى مظهر جسدي في الحرارة لتحترق منه الكبد. حرارة الشوق والحب الذي لو كان معنا منه قطرة، ولو كان مما في قلب الصديق ما في شعرة من شعرات رأس الصديق من الشوق والحب لرسول الله، لو قسمت علينا في المجلس هذا لطرنا من الشوق. فكيف كان يتحمل تلك الحرارة في داخل فؤاده؟ ولذلك قالوا أن أول شهداء المحبة هي السيدة فاطمة الزهراء، وقالوا أن أعلى مراتب الشهادة هي شهادة المحبة الذي يقتل بسيف الحب والشوق. فكانت الزهراء أول أولئك الذين لم يطيقوا الفراق وقتلهم سيف الاشتياق، ولحق الصديق كذلك بها على هذا المساق وعلى هذا النحو الراق من شدة الحب والاشتياق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يشمون من فمه رائحة الكبد المشوي. فهل في قلوبنا يا إخواني حرارة من الشوق أسقطت دمعة، أو أسهرتنا من رقدة وأرقتنا من على فراشنا في ليلة من الليالي، أم أننا نسرد القصص والأخبار هكذا كأنها أخبار مسلسلات أو غيرها؟ هذه حقائق أسرارها باقية من الخالق في هذا العالم إلى يوم الدين. هنيئا لمن وجد في قلبه شيء من هذه الحرارة، فإن هذه الحرارة تحرق ذنوب القلوب وتذهب ظلام القلوب. حرارة الحب والشوق لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.